कैमरा नीचे, कैमरा नीचे, सब क्या फाइट, अभी फाइट हो जाएगी बेटा, कैमरा नीचे, सब क्या फाइट, अभी फाइट हो जाएगी बेटा। जो بكم انا نورا سهي ويلا خرجت اغنيه جديده ديالي اسمها نورا please stream and download it on all streaming platforms انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهنديه. زواج نجمة بوليوود سوناكشي سينها من نجم مسلم دون علم عائلتها، وتصريح صادم من والد سوناكشي النجم شاتروغان سينها يفاجئ الجميع. اتهام صادم ضد نورا فتحي بعد إطلاق أغنيتها الجديدة، وتعليقات قاسية ضدها تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. ندم بريانكا شوبرا على ولادة ابنتها بعد تعرضها لهجوم قوي من طرف الجمهور، ما سبب ندمها وبماذا صرحت حصريا؟ ولا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومشاركة المقطع مع عشاق بوليوود، وإليكم التفاصيل. राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। يبدو أن إنجاب بريانكا شوبرا لابنتها ميلتي ماري عن طريق تأجير الأرحام ستجعل الطفل عرضة للتنمر وسخرية الجمهور الهندي، إذ في كل مرة تشارك فيها بريانكا شوبرا مقطعا لابنتها ينتقل مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي إلى خانة التعليقات لتذكير بريانكا بطريقة إنجابها للطفلة أو التنمر على شكل الطفلة ولونها، لتخرج بريانكا شوبرا تصريحنا توضح سبب لجوئها إلى تأجير الأرحام ليس غرورا أو حفاظا على رشاقة جسمها، وإنما عانت من مضاعفات طبية، وعلقت قائلة أشعر بخجل شديد عندما يتحدث الناس عني، إنه أمر مؤلم للغاية عندما يتحدثون عن ابنتي، رجاء دعوها وشأنها، لقد حاولت حماية ذلك الفصل من حياتي مع ابنتي واستخدامي للأم البديلة كانت خطوة ضرورية لكي أكون أمنا. بعد عامين من المواعدة ستتزوج نجمة بوليوود سوناكشي سينها أخيرا من حبيبها زاهر إقبال، وسيقام حفل زفافهما يوم 23 يونيو. وعلى الرغم من أنهما لم يؤكدا حقيقة مواعدتهما، إلا أن ظهورهما معا في العديد من المناسبات ومنشورتهما على وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الناس يتكهنون بشأن علاقتهما، إذ كشفت صحيفة تايمز ناو أن سوناكشي وزاهر قام بتوزيع دعوات الزفاف على أصدقائهم المقربين ونجوم بوليوود، وعلى رأسهم هما قريشي أيوش شارما، سانجاي ليلا بهانسالي، سلمان خان، فردين خان، شارمين سيغال والآخرون. ليتفاجأ الجميع فيما بعد برد صادم من والد سوناكشي سينها النجم المخضرم شاتروغان سينها خلال مقابلته الحصرية مع صحيفة زوم، الذي أكد على أنه ليس على علم بالخبر وبأن ابنته سوناكشي لم تخبره بأي شيء بخصوص زفافها، وعلق قائلا أنا في دلهي الآن، بعد نتائج الانتخابات سافرت إلى هنا، لم أتحدث إلى أي شخص بشأن خطط ابنتي، إذن سؤالكم هو هل ستتزوج؟ فالجواب هو أنها لم تخبرني بأي شيء عن ذلك، ما علي سوى أن أمنح الزوجين بركاتي ونتمنى لها كل السعادة. كما أضاف شاتروغان أنه على الرغم من أن سوناكشي لم تأخذ برأيه حتى، إلا أنه يثق بها ويعرف أنها لن تتخذ قرارا غير قانوني، كما أضاف أنها بالغة ولها الحق في اتخاذ قراراتها بنفسها.
كما علق لوف سينها شقيق سوناكشي بخصوص زواجها مؤكدا على أنه ليس له أي دخل في زواجها، معلقا ليس لدي أي تعليق أو علاقة في هذه المسألة. إذ أثار زواج سوناكشي المفاجئ ردود أفعال متباينة بين من أكد على أن عائلة سوناكشي غير سعيدة بزواجها من زهير إقبال لكونه يعتنق الديانة الإسلامية، وبين من أعرب عن سعادته لزواج سوناكشي البالغة من العمر 37 سنة والكل ينتظر موعد زفافها بفارغ الصبر. على الرغم من أن أغنية نور فتحي الجديدة نالت استحسان الجمهور ونقطة تحسب لها في مجال استعراض الثقافة المغربية الأمازيغية من لباس ورقص وتزيين، إلا أن طريقة ترويج نور فتحي لهذه الأغنية أحدثت ردود أفعال عنيفة من طرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمت نور فتحي بإيداء المشاعر الدينية للمسلمين من خلال ترويجها للحجاب بطريقة غير لائقة من خلال مقطع إعلانها عن أغنيتها الجديدة. إذ علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: عندما يعطونك الكثير من المال لاستهداف الحجاب. كما أضاف آخر قائلا: إنها تسخر من الحجاب، شيطان فاسد. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. अरे आगे क्यों आ रहे हो यार? यहाँ पे लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट, 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 नोरा लेफ्ट, नोरा लेफ्ट। थैंक यू। नहीं 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 नोरा। नोरा जी, नोरा जी पीछे जाओ। बना बना, अरे पीछे आओ। नोरा जी, नोरा, नोरा, नोरा। चल भाई यहाँ पे रुको ना भाई, पीछे हटना है यार, लोग का फोटो ही नहीं हो रहा है। चंद भाई, 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 चंद भाई